وعندك المكتوب التاني عناد لأحلى تمشى الامة. اسمع الموقف كل اوعى حاج، اسمع الموقف اللي فيه من النهاردة. الموقف ده بقاله كبير، مبقاش جاجا هول، وكبيره هو المعلم عباس، والغايب يعلن الحاضر. حد عنده اعتراض؟ المعلم حنفي اللي رايت في المستشفى ده غور في 60 داهية. بطلوا فترة بقى، خلص ياه. شوفوا الوقت ده، مفيش حاجة فوضى. الموقف بقاله حاكم، وانا حاكم الموقف ده. عم بدر، تروح لمحمد بيه وتقول له ان كل السواقين اختاروا المعلم عباس يبقى كبير الموقف. انت راجل كبير وليك هيبتك عشان ما يقلش منك. ماشي؟ حاضر يا معلم عباس. اوامر، كله يتنفذ ان شاء الله. بقول لك ايه، هو ما بقاش في فوضى. الكلام لكل البياعين اللي في الموقف. اي عربيه بتبيع اكل، بيبيع هدوم، بيبيع بلاستيك، بيبيع اي حاجه، والسواقين في اي وقت، كله هيدفع. ورجالته هيحموكوا، يعني الدفع مقابل الخدمه. مفيش حاجه جهجهوني، احنا ماشيين بالعدل. كله فاهم؟ والا هولع فيكوا. وانت تجيب لي مهندس ديكور يغير لي ديكور المكتب ده. مش عايز اي حاجه من ريحه حنفي، بلاش اعرف بقى. زمن الفوضى ولا وراح. المعلم عباس هو الكبير من دلوقتي. تعال ورايا. اوعى يا ابني. ايه شوش؟ عامل لك يا اختي قصه التوك توك؟